ورغم ان افريقيا تساهم بما لا يزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فانها تعد من بين المناطق الاكثر عرضة للاثار الضارة لتغير المناخ، حيث تمثل افريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، و 35% من الوفيات المرتبطة بها. وعلى الرغم من ان الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الاكثر انتشارا، الا ان الجفاف ادى الى اكبر عدد من الوفيات، حيث كان السبب في وفاة 95% من اجمالي الارواح التي فقدت في المنطقة. السيدات والسادة، مع تنامي الحروب طويلة الامد اصبح الوصول الى الماء واحدا من ابرز التحديات الانسانية. ففي الاراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول الى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة للحرب، حيث ادت الحرب الى تقليص امدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%، مما اجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الامنة، ومما ادى الى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني. كما ادت الحرب ايضا الى تعطيل الزراعة وانتاج الغذاء في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مما ادى الى انعدام الامن الغذائي، حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد.